فإن تعليم الناس العقيدة من أهم المهمات ومن أولى الواجبات، وإن إنكار الكفر ومكافحته من أعظم الأعمال، من أعظم إنكار المنكرات، لأن الكفر هو أعظم الذنوب. وإن خدمة المسلمين تحتاج إلى صبر كبير وصبر واسع، وتحتاج من الإنسان تواضع وكرم ومروءة وشهامة وفتوة وتضحية وبذل، وهذا عزيز على كثير من الناس إلا من وفقه الله. له التجأت فصان لها العرب.